الذي ستباشر فيه العمل مؤسسة محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي، وهي أداة، يعني لاحظوا معايا بأن هذه الأداة ستشتغل بنفس استراتيجي من أجل ماشي فقط مواجهة النتائج ديال كوفيد 19 على التشغيل وعلى المقاولة، ولكن هي أداة ستواجه بنفس استراتيجي مسألة تهيئ شروط تنزيل النموذج التنموي الجديد. المنتظر أن يتم الإعلان عن خطوطه العريضة خلال المستقبل القريب. الورش الثاني اللي بترابط بهذا الموضوع هو المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وجهة الملك حدد وفق جدولة زمنية مضبوطة شنو هي الأولويات العمل اللي تمكن القاعدة العريضة من المواطنات والمواطنين المغاربة من أن يحظوا بالمواطنة الكاملة وبالرعاية الاجتماعية. وأظن بأنه في هذا الموضوع بالذات احنا كنعيشوا جهات الماء في من خلال الخطاب اللي استمعنا ليه ديال جهات الماء، كنعيشوا تحول عميق في طبيعة الدولة، بحيث كنلاحظوا بأن الدولة الآن بمقتضى التوجهات اللي رسمها جهات الملك تكتسب أكثر من أي وقت مضى طابع الدولة الاجتماعية اللي قطعتي أولوية قصوى القضايا المرتبطة بالتغطية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والتشغيل وما يرتبط ذلك من ولوج إلى الخدمات الصحية وإلى التعليم. إذن هذه مشاريع أوراش مترابطة. تبقى الآن المهمة اللي على عاتق المؤسسة التشريعية هي أن تواكب هذه الأوراش الإصلاحية الكبرى اللي عندنا على جهة الملك. طبعا نحن ننتظر من الحكومة أن تباشر العمل في إعداد الأدوات القانونية، في إعداد النصوص والمشاريع القانونية، والمكونات ديال البرلمان مدعوة بنفس وطني، لأن باش نواجهوا هذه الجائحة، وهذه مسألة ذكرنا بها جهة الملك، كيخصنا نواجهوها على قاعدة الوحدة الوطنية والتضامن المجتمعي، إذن بنفس وطني. وأتمنى صادقا بما أن الولاية التشريعية ديال الحكومة والبرلمان باقي لها عام، أتمنى صادقا أن يحضر بقوة هذا النفس الوطني وأن لا يعني تفعل يعني أساليب الحسابات الانتخابوية فعلها في هذه الأوراش الوطنية الكبرى. بالنسبة للبرلمان المغربي من خلال التوجيهات السامية والمتعلقة بما يجب أن نقوم به طيلة السنة التشريعية الأخيرة لهذه الولاية، بطبيعة الحال دائما نعتبر ولازلنا نعتبر أن خطاب جلالة الملك هي بمثابة برنامج عمل، حيث يؤكد جلالته على كل القضايا التي تكتسي راهنية خاصة. وبهذه المناسبة أكد جلالة الملك على أن الأوضاع التي نمر منها والتي نعيشها اليوم لا على المستوى الوطني ولكن كذلك على المستوى العالمي فهي أوضاع استثنائية بطبيعة الحال، لكن مواجهة هذه الأوضاع الاستثنائية جراء كوفيد 19 جعل من الشعب المغربي يسعى إلى جعل هذه المحنة مناسبة لتجاوزها. وجلالة الملك كالعادة موضوعيا يؤكد كل الاختلالات التي أبرزت من خلال هذا الوضع الاستثنائي الذي نعيشه. وفي هذا السياق بطبيعة الحال مجلس النواب بكيفية خاصة نظم وأحدث مجموعة موضوعاتية خاصة بإصلاح المنظومة الصحية، ونعتبر بأن هذا العمل منسجم مع ما أكد عليه جلالة الملك من خلال تشخيص مجموعة من الاختصاصات، وكذلك سنعمل على تنظيم يوم دراسي خاص بالقطاع الخاص قريبا، لأننا نعتبر أن القطاع الخاص على ضوء كل التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني لابد من مراجعة مهامه في الاتجاه الصائب. وهذه الأمثلة مرة أخرى تؤكد مدى تجاوب مجلس النواب بكيفية خاصة على كل
التوجهات التي يؤكد عليها جلالة الملك بمناسبة افتتاح دورة الخريف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.